بموقف أشاد فيه الكتار، أعلن الممثل المصري هشام سليم عن تحول بنته نورة إلى ذكر تحت اسم نور. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بآراء ومواقف عدة، فمنا من كان داعم ومنا من طرح علامة استفهام كيف رح يتعامل المجتمع فعلياً مع هالأمر. وخلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، كشف هشام سليم عن مزيد من التفاصيل بشأن الأمر، وقال إنه ما استغرب الخطوة اللي أقدمت عليها بنته، وإنه كان بيشعر منذ فترة طويلة بأنه هناك أمر ما غير صحيح بشأن الطبيعة الجنسية إلى، وبشجاعة نادرة أكد الممثل المصري عن تقبل الأمر وأبدى مساندته التامة لبنته. بنتي نورة بقت ابني نور. ابنك نور؟ ابني نور. بدور نور ابن الفنان هشام سليم، وجه رسالة إلى منتقدي قصة عبور جنسي من أنثى إلى ذكر قائلا: أنا مجرد بني آدم، واللي شايفني غلطان أو اللي بعمله حرام تعال تكلم معايا. وأضاف نور بلقاء أونلاين مع برنامج جعفر توك مع الإعلامي جعفر عبد الكريم: أنا بني آدم كويس، بعمل كل خير وبحترم اللي قدامي، تعالوا تكلموا معايا وشوفوا أنا مريت بإيه في حياتي. وتابع: أنا مصري وهفضل مصري، ومش عايز أمشي وأسيب البلد، ولو حصل إنه الناس كلها كرهتني يبقى أنتوا بوظتوا حياتي، ما تكرهونيش من غير ما تعرفوني. وأوضح نور إنه لمدة سنتين لم يستطع عيش حياته بطريقة صحيحة قائلا: قعدت سنتين أنا مني عارف سوق ولا أتمشى ولا يجي لي أي نوع من الشغل علشان معيش بطاقة ولا رخصة. أنا ما كنتش بني آدم ولا نور ولا نورة، ما كنتش عارف أعمل إيه. أكمل مؤكدا أنه محظوظ لأنه ابن الفنان هشام سليم، لأنه هالأمر ساعده فوالده له علاقات كتيرة، مثلا كان لمدة عامين لا يستطيع استخراج بطاقة، لكن والده بأسبوع استطاع أنه يستخرجها. وبهاللقاء لفت نور إلى أنه فكر عدة مرات بالانتحار، لأنه ما كان عارف كيف رح يتصرف ووين رح يكون بالمستقبل، إلا أنه وجه رسالة أمل للكل أنه هالفترة علمته يحب نفسه. كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في حاجات زي الانتحار، وأنا مش عارف لو اتكلمت معاك أنت في الموضوع قبل كده ولا لأ.